امتحان علم النفس الحمد لله يعني مستوى الطالب متوسط، وكان اخر امتحان بالنسبه للادبي يعني الحمد لله هو مسك الختام الامتحانات كلها. الامتحان سهل، اسهل امتحان جالنا، والاسئله برضو كانت كويسه وكده، يعني اللي هو مستوى الطالب المتوسط، بس اللي يقول عليه صعب يبقى هو بقى دي مشكلته. الجريزه يعني امتحان النهارده الحمد لله كويس، ويعني هم مطلعين مبسوطين الحمد لله كويس، بس اني اترجى من الوزير ان هو يراعي البنات الولاد في التصحيح وفي التنسيق بتاع الجامعات. يعني الامتحان في مستوى طالب متوسط، اي نعم في بعض النقط كانت شويه صعبه. امتحان حلو جدا وللطالب المتوسط، وبصراحه يعني الامتحان يتحل، حتى لو مثلا طالب ضعيف او اي حاجه، ممكن هي عباره عن معلومات عامة أي حد ممكن بيحلها عادي، وأنا مش شايف إن الامتحان فيه صعوبة، يعني امتحان كويس. الامتحان كويس النهارده، الامتحان جاي كويس، ما فيهوش مشاكل، هو طويل شوية بس ما فيهوش مشاكل، يعني هو فيه تريكات اللي هي الطبيعية، يعني اللي هي الطبيعي اللي لازم تيجي في كل امتحان. الامتحان حرك ما مع بأربع ساعات، أربع أسئلة يتحلوا في أربع ساعات، هو امتحان المفروض خمس أسئلة. المفروض ان احنا بنحل الخمس اسئله في ثلاث ساعات، بنختار منهم اربعه، هو اربع اسئله في اربع ساعات، ما يتحلش في ثلاث ساعات. ده غير ان في افكار المفروض ان احنا نفكر فيها، ما اعرفش هنفكر ايه، بيجي لنا وقت ازاي نفكر فيها. هو جايب ست اكسبيرمنتس في الامتحان كله، وثلاثه منهم في سؤال واحد. ست اكسبيرمنت في امتحان كامل دي ما اعرفش جت ازاي، اول مره في حياتي. امتحاننا اولا مش مستوى الطالب المتوسط خالص زي ما هم بيقولوا، هم بيفضلوا يطلعوا في التلفزيون يقولوا ان الامتحان مستوى الطالب المتوسط، ومش مستوى الطالب المتوسط. ثانيا ان هو طويل جدا على ثلاث ساعات، يعني حتى لو حل الاربع اسئله من الخمسه اللي هم مدينا نحلهم، برده مش هياخد الخمس ساعات الا الثلاث ساعات اللي هم مديهم لنا، عايز اكتر.